السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعي، جيت معكم اليوم. يا سلام، هانتم المشاهدين، هانتم المشاهدين ديالي. جيت معكم هادو عظام ديال التمر، هادو عظام التمر، بغينا نديرو بهم الزيوت، الزيت. هانتم المشاهدين ديالي، كلكم كتعرفوا الدكو، كلكم كتعرفوا تغربلو. هادو عظام التمر دكيناهم، النوتة تاع التمر هاهما، دكيناهم، صايبناهم، غربلناهم، هاهما. وجينا لهادي المشاهدين ديالي، شاهدوا معنا مزيان. درنا الزيت ديال البلدية، الزيت العود، هايا الزيت البلدية، هادي زيت العود. شي المشاهدين ديالي، شاهدوا معايا، هانتوما الزيت فوق، الزيت فوق، هانتوما زيت فوق، زيت فوق، هادو راهو يزيد في الوسط، زيد التليفون في الوسط. هانتوما المشاهدين ديالي، تابعوا معايا، شوفوا ها هي الزيت كطيب هنايا. هذه الزيت ديال عظام التمر، زوينه للشعر بزاف 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 بزاف، زوينه للشعر، زينه للمساج، زينه لكل شيء، زوينه يا المشاهدين ديالي. يا سلام يا سلام، هادو عظام التمر مطحونين، ها هما طحناهم، ها هما شتيهم، ها هما. ودرنا معاهم واحد شويه ديال القرنفل، قليناهم وحمرناهم ودبكيناهم، طحناهم، ها شاهدوا معايا المشاهدين ديالي، شاهدوا معايا مزيان. عظام ديال 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 التمر راهما كيطيبوا تما، شوفوا المشاهدين. دابا ملي كيطبخوا كنزيدو قدك، كنزيدو شويه ديال الماء، ها الماء عادي، الماء دروبيني، الماء عادي. تابعوا معايا المشاهدين ديالي، دابا ملي توجد الزيت ديالنا راه حنا غنهضروا لكم ونقول لك المنافع ديال الزيت. شاهدوا معايا، ها انتم هادو هما عظام التمر، الزيت هي كتبخ، شوفوها ها هي، انت شتيها كتعود بحال كتعصر. دابا شتيها كديري فيها واحد جهد، واحد جوج كبات تاع الماء، جوج معلقة تاع الماء، هاي هادي عظام التمر، شتيها. زيدي زيدي ديدي المشاهدين، هانتوما المشاهدين ديالي، الله يخليكم ليا، راه ما كندير لكم غير الجديد وما تنجيب لكم غير الحاجه اللي هي طبيعيه وفعاله. هذه الزيت ديال عظام التمر، ها هي دابا تطبخ، شتوها عادي. توجد الزيت ديالنا كديروه على الفران، الفرنو ديال الضو، هذه هي زيت ديالهم هنا، شوفوا ها هما العظام ديال التمر محمرين، ها هما شتيهم، ها هما الاخر اللي هادو محمرين ودكيناهم، هادو مدقوقين، وتدير معاهم شويه ديال القرنفل. هانتوما المشاهدين ديالي، ها الزيت طاحنا تطيب، ها الزيت طاحنا تطيب، عادي توجد ورجع معاكم ان شاء الله يا رب. هاني رجعت معاكم المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعي. اللهم صل ثاني وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ما تسبعش بنادم من الصلاه، من الصلاه والصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام. المشاهدين ديالي، جبت معكم، راني قلت لكم دابا الزيت، نرجعت معكم الزيت ديالنا، هي وجدات، ها هي شتيها، ها هي الزيت ديالنا وجدات، ديال نواه التمر، ها هي عظام التمر، نواه التمر، ها هي وجدات، ها هي تبارك الله. شوفي كي دايره، وراها المشاهدين ديالي احسن زيت واغلى زيت، هي هادي، هي هادي الزيت الطبيعيه الفعاله، هي ديال نواه التمر، راه شتوني، هذا هو التمر، هذا مطحون، ها هو ها التمر، ها هو هذا، راه مطحون بودر،
طحنوه ورميوه في في الكويميله ديالكم وخويو عليه الزيت البلدي، انا الزيت العود باش طيبته. هذا هكا كيحمرنا، ها هو نواة التمره. ثم المشاهدين ديالي هاد الزيت راه زوينه للشعر، زوينه الفورة الراس، تشديها ديرها لشعرك وتبقاي دلكي الراس هكا 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 هكا، تحكي فيها الراس مزيان، تدلكي الشعر ديالك مزيان هكا، تحيد القشره وكتحيد تمنع من الشيب، وراه كتكحل الشعر اللي بغى شعرو يكحل ولا شي حاجه، راه كتكحل وكتمنع من تساقط الشعر، كتمنع من تساقط الشعر. المشاهدين ديالي المشاهدات تاوعي، كتمنع من تساقط الشعر، راه كتمنع منه مزيان 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 ما كتخليش. وزينه للتجميل، وزينه للشيخوخه راه زوينه، وزينه حتى للروماتيزم زوينه، كتساعد في الصداع الركابي وفي الصداع ديال المفاصل، صداع المفاصل راه زوينه اليوم. هاد الزيت زوينه بزاف لفروات الراس، وزينه حتى للوجه، ماصي بها الوجه ديالك، كتحمي من التجاعيد وكتحمي من سنين الشيخوخه. راه حق الله العظيم المشاهدين ديالك تيولي ليك وجهك، يا سلام. هادي راه احسن زيت واغلى زيت المشاهدين ديالي، انا راه ما نجيب لكم هي الخير. هذه قناه باب الخير، اما تسمعوا منها تبارك الله وما شاء الله هي الخير، ياك سمعتي، اما تسمعوا منها هي الخير وباء الخير ان شاء الله يا ربي. هذا الزيت راه عجيبه واغلى زيت والله العظيم، تتعرفوا نواة التمر اشنو فيها، وكتكبر حتى الرموش. الرموش راه تشدوها وديروها في المرود الا بغيت تكحلوا به العينين، وديروها هكا للرموش ديالكم، راه زوينه وكتقوي وكتداوي الفروه الراس، تي الفروه الراس والقشره، وكتخلف الحاجب الحواجب ديال العينين. هل بغيت ديروها في تكحلو ولا بغيت ديروا شي قلم، ديروا هاد الزيت وكلوا دوزوها هكا، ولا دهنوهم ودوزوا عليهم القلم. والله العظيم المشاهدين ديالي تتلقاو، يقسم لك بالله يلا حتى تلقاو واحد النتيجه كبيره 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 بزاف. هاد زيت نواة التمر هادي زوينه زوينه هي بزاف، عندي لكم منها قماشات، عندي لكم منها مجال ماسكات، عندي لكم منها بزاف بزاف بزاف. المشاهدين دار بها القهوه، القهوه زوينه كترتاح، زوينه 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 القهوه ديال عظام التمر، زوينه للسكر، تطيح السكر الا شديتي هاد عظام التمر وطحنتيهم هكا. وراه هاد عظام التمر هادت معاهم شويه ديال عندك وتنساو، ديروا شويه ديال المسمار القنورفل، حبيبات ديال القنورفل المسمار، تيقولوا ليه المسمار. ها درت واحد 20 حبه انا في هذا، درت فيه واحد 20 حبه باش تبقى الريحه زوينه ديال القهوه. شوفوا المشاهدين ديالي والله العظيم الا راه زوينه بحال القهوه نيت والله الا بحال القهوه. وانتم المشاهدين ديالي الله يسهل عليكم الا يحكم هذا الفيديو، طخنا عليكم بالله المشاهدين ديالي، اللي تفرج اللي تفرج يدير جيم ويدير ابوني، والناس الجداد اللي دخلوا عندي جداد الله يخليهم ليا ويطول ليهم العمر، يديروا جيم ويديروا افوني ويديروا تفعيل الجرس المشاهدين ديالي. والله العظيم الا جبت لكم اليوم ما نقول لكم حتى المشاهدين ديالي، هاني جبت لكم هاني جبت لكم وصفه عجيبه فعاله طبيعيه، يا سلام يا سلام. والله العظيم يا تتحبوا تفرحوا فرحوا لشعركم عيولي لكم كيما كان في الاول، ما بقيش تشوفوا التساقط الشعر، ولا يدلكوا به مزيان الفروه، تحطوه دلكوا تحطوه في الزليفه، تبقاو دلكوا 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 بالصبع ديالكم الراس هكا 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 هكا، تتغديوه مزيان وغطيوه ونعسو. وخبيتي تغسليه الصبع غسليه، ما بغيتيش تغسليه مشتيه، المهم راه مزيان. ها انت يا المشاهدين ديالي، ها انتوما ها انتوما ها انتوما، سمعتي المشاهدين ديالي نواة التمر راه يا سلام يا سلام يا سلام، وراه هما زوينين للسكر، علاجيين في مرض السكر. راه التمر زوين 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 بزاف، راه الماده سمو المكونات اللي كاينين في هاد هذا في هاد النواة والله ما كاينين في التمر عندكم، راه النواة التكوينات اللي في هاد النواة راه ما كاينينش عندنا في التمر. غلط، انا كلو التمر، شوفي التمر تبارك الله علاجي وشحال تيداوي، ولاني النواة ديالو راه يا سلام. هانتوما المشاهدين ديالي شاهدوا معايا، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد،
بوتا المشاهدين ديالي، انا راه عندي كنبيعهم، مرحبا بكم، كنبيعهم وكنخرج لبرا، كنخرج من الداخل من الوطن وخارج الوطن. المشاهدين ديالي، المشاهدات ديالي داخل الوطن وخارج الوطن. وهذا الزيت المشاهدين ديالي صاوبته معكم، راه غاديه للبحرين، راه صايبت منها الكثره، ماشي القليله، صايبت منها الكثره، غاديه للبحرين. هذا الزيت راه بزاف صاوبت منها، غير قلت درتها اللهم نتشاركها مع المشاهدين ديالي. ما حنا راه كنصاوبوا بالكثره وكنصاوبوا بزاف، ما عادش يمكن كيفاش ندير لكم في القناه. قلت والله حتى نوري لكم، والله حتى ندير لكم، تنفعوا حتى نتوما. عظام التمر راه ساهلين، جيبي كيلو تاع التمر ولا جوج وكليهم وعادي تستافدي من النواه ديالو، وعادي ديري وصفه طبيعيه فعاله. يا سلام يا سلام يا سلام. والمشاهدين ديالي تبارك الله عليكم، والله يخليكم ليا، والله يطول لكم في العمر، والله يجعل سيدي ربي يخليكم. وهاد الوصفه ديروها ما تبخلوش عليها. السلام. او التليفون ديالي راه انا عندي تنبيحه، التليفون ديالي التليفون 06 66 36 90 69. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المشاهدين ديالي، المشاهده تاعي، شتي هاد المرض ما بديهم وحدهم باش نديرهم في المصغره.